إلى أي حال وصلت أحوال أمتنا حتى احتفالهم أكثر من احتفالهم في عيد الفطر، بل والله في عيد الأضحى لا ترى لهم زينة ولا احتفالا ولا فرحا ولا سرورا في عيد الأضحى أو عيد الفطر، أعظم أيام السنة عيد المسلمين. أما في أعياد النصارى شوف الزينة. كل مرة باجي فيها دبي بلاقي دبي في انفتاح في كل حاجة بصراحة. يعني I've known many people from the UK and from parts of Europe that say they actually feel the spirit of Christmas more in the United Arab Emirates compared to other places. People who are living without within all of the Emirates are like foreign and they want to celebrate the end of season, so we make sure always that we make the platform ready for them. Most Emiratis are behind the effort to make expatriates feel welcome. من تشبه بالنصارى بهذا المظهر فكأنه منهم، حتى حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة من اتباع عادات وطرق وسنن الأمم الأخرى، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تذهب إلى بعض الفنادق في أوروبا ما تجد الزينة والأشجار مثل ما تجدها عندنا، بل هل تصدقون أن أغلى شجرة كريسمس في التاريخ كله وجدت هذه السنة في فندق في دولة خليجية؟ للأسف جعل شجرة سعرها 11 مليون دولار. جوعان انت يعني؟ انا جوعان. ما في ناكل، نضرب بيتنا. العالم عم يدور على مثل الاكل، عم نروح المجابل عم ندور على الاكل، ما في اكل عندنا، عم نموت من الجوع. من يومين دخلت وقعت من فوق لتحت من قله الجوع، ما في اكل، ما عم نمرق. عم ناكل حشيش، عم نلملم حشيش، ما في اكل، ما في عندنا شيء. عم نروح المجابل، عم نروح عم ندور، ما حدا عم يعطينا. ما في حدا عم ياكل هون. عم نلاقي مخلل الخربان، عم ناكل لا يا شفت الخبز الخربان بالارض عم نشيله ناكله، الخبز الخربان اللي عليه دود عم ناكله، جوعانين ما عاد فينا. هاي خبزه معفن، هاي خبزه معفن عم ناخذه وناكله، هذا خبزه معفن يا عالم يا عرب. نحن بدوله اسلاميه، نحن بدوله اسلاميه، نحن بدوله اسلاميه. People who are living within all of the Emirates are like foreign and they want to celebrate the end of season, so we make sure always that we make the platform ready for them. يا عرب نحن بدولة إسلامية. عايزين نعرف هل هم اخواننا الأقباط بس هم اللي بيجوا يشتروا منك الزينة؟ لا، ما بتفرقش ما بين الأقباط أو المسلمين، الاثنين واحد. والمسلمين بتشتري أكتر من الأقباط من الحاجات اللي هم الأغراض والكده، بيحبوا يحتفلوا معاهم. يعني المسلمين بيحتفلوا براس السنة بيشتروا منكم حاجات أكتر من الأقباط كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت، فإلى الله نشكو. شهر هذا منظر، هذا صار كيلو يجوع، هذا بدك تشوفه تفي عليهم على شرفهم. فلسه بقول العرب والمسلمين، لا في عرب ولا في حاكل بشر. هذا منظر هذا جو، روح اتركونا، ما بدنا شيء منكم الا الله. قلنا الله، صرنا قديش عم نحكي عرب ومسلمين بالناقص منهم. روح قلنا الله، قلنا الله. بدها ترضع، بدها تعيش، بدها تاكل ميتي ميتي. اطلع هذا منظر، هذا حسبي الله ونعم الوكيل. تفيح على كل واحد بيطلع بايده يعمل شيء وساكت. ما عندكم قليل، ما عندكم هيل، لا غدا، لا حليب، لا غذاء. طلع هذا ما حرام عليكم، ما عندكم هيل.
معك أطفال؟ طلع هاد، شو ذنب الطفل هذا؟ حس بهالطفل يا الله. يلا بسيطة. وحدي الله أمي، وحدي الله. كلياتنا جوعانين. وحدي الله. النحشي كلياتنا جوعانين. رب العالمين هو اللي. كلياتنا جوعانين. مو بس أنت. الله ونعم الوكيل. كلياتنا جوعانين. العياد ترتبط بالشعائر الدينية، فهي أمور مقدسة عند كل أمة وملة. هذا غير مستغرب، لكن المستغرب أنك تجد المسلمين يحتفلون بأعياد المسيحيين مثلا، أو اليهود مثلا، أو المجوس مثلا. هذا هو الغريب. عمرك شفت واحد مثلا مسيحي أو نصراني في يوم الأضحى يمشي في الشارع وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ ما تشوف. لكن تشوف مسلم حاط شجرة كريسمس مليان ما شاء الله. يمكن للأسف تلقى في أمريكا وأوروبا ما يحصل ما يحصل عندنا في بعض الدول العربية، بل قهرا أقولها حتى الخليجية. مدينة خليجية يتوافد عليها مئات الآلاف عشان ليلة راس السنة، هو مغنين ومغنيات من كل أنحاء الدول العربية، بل بعض الصالات تحيا برقص عربي شرقي ورقص روسي. وعاشت الحرية. وهذا هو مكمن الخطورة في التشبه بالكفار. تضع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا العيد يميز الأمة، يميز الأمة والديانة التي يحتفل بها أصحابه، شاء الناس أم أبوا، فإنه قضية عقدية وليست قضية عادات. وهذا ما يجهله كثير، لا يجوز أن نشارك فيه، أن نشارك في غيره. أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا شك أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يشارك الكافر في شيء واحد أو بسيط يتعلق بدينه، بدين الكافر أو بعيده، فكيف بمن شاركه العيد بالكلية؟ وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟